جريمة هزت مصر. زوجة ألقت زوجها من الطابق الخامس أمام طفلهم، والسبب صادم. دكتور ولاء زايد، شاب من محافظة المنوفية، متزوج وعنده طفل صغير اسمه يونس، بيشتغل صيدلي في أحد الدول العربية وبيجي كل كام شهر لزيارة أسرته الصغيرة. قرر ولاء بعد سنوات من الزواج إنه يتجوز واحدة تانية علشان تؤنس وحدته في الغربة، وأوضح المحامي الخاص بيه إن إقباله على التعدد كان بسبب رفض زوجته الأولى الانتقال للبلد اللي بيشتغل فيها. وبالفعل تزوج بسيدة من محافظته المنوفية، ولهذا السبب تحديداً قررت زوجته الأولى الانتقام. زوجة ولاء الأولى استنته لما وصل لمصر، وبعد ما دفع مصاريف مدرسة ابنه وقضى معاهم الأجازة، دعت زوجته والدها وأخواتها الاثنين وأربع رجال من أصدقائهم لمنزل الزوجية علشان يجبروه إنه يمضي على أوراق ويطلق زوجته التانية. فطلبوا منه الاتصال بزوجته التانية عبر الهاتف وإنه يطلقها شفهياً تحت التهديد، وهو ما نفذه بالفعل لشدة تعذيبهم ليه والاعتداء عليه بالضرب. حاول ولاء الاستغاثة وأرسل رسائل نصية لأخته ومراته التانية وبعض من أصدقائه بيطلب منهم الاتصال بالنجدة وإنقاذه، ولكن للأسف كان مصير ولاء هو إلقاؤه من شرفة المنزل بالطابق الخامس. ثم أخذ المتهمين جثته إلى المستشفى علشان يسجلوها حالة انتحار، ولكن الرسائل النصية اللي بتحمل الاستغاثات والطفل يونس أفسدوا خطتهم. شهد على الواقعة البشعة دي الطفل الصغير اللي شاف قدام عينيه والده وهو بيلقى من الشرفة ليرتطم بالأرض فوراً ويقع جثة هامدة غارق في دمائه. وأدلى الطفل بأقواله في التحقيقات وشهد بأن والدته وجده وأخواله وأصدقائهم هم اللي ارتكبوا الجريمة دي، وأن والدته اعتدت بالضرب على والده قبل التخلص منه. وحسب أقوال الزوجة الخلافات كانت بسبب 25 ألف جنيه أخدهم منها وما ردهمش ليها تاني، ولكن شقيق المجني عليه والمحامي الخاص بي نفوا هذا الأمر. اتهمت أسرة الصيدلي المتوفي في محضر رسمي زوجة المجني عليه وعائلتها بقتل ابنهم الوحيد بعد تعذيبه للتوقيع على تنازلات معينة لصالح زوجته وتحريض أربعة من البلطجية لقتله. وأوضح المحامي الخاص بيه أنهم هيطالبوا بضم الطفل الصغير لحضانة والدة المجني عليه لأنهم لا يأمنوا على الطفل بحوزة من قتلت والده. وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات الحادث، وحررت الجهات الأمنية محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.